اخوان الاعزاء، اللي يهم الامر هاي المنطقه، منطقه عندال بموسى بيها اصابه بفيروس كورونا، والاصابه مؤكده 100%، والبارحه وصل التحليل وصار اكثر من 4 ايام الحاله مشتبه بيها، والبارحه تم تاكيدها، ولحد الان ما وصلنا اي شيء لهاي المنطقه، وكون احنا جيران للمصاب ومخالطين الى مباشره، فنطالب وزارة الصحة ونطالب كل من يهمه الأمور ونطالب الأخوان اللي باستطاعتهم أن يوصلون صوتنا، فالرجاء اللي نريده والمطلوب بأن يطلع كشف لهذه المنطقة، يطلع تعقيم تعفير. لحد الآن ما وصلنا أي شيء، مع ما أنه اتصلنا وأنطينا الخبر، والخبر موجود عند وزارة الصحة وعند صحة المثنى اليوم الثاني على تأكيد الإصابة، ولحد الآن ما وصلنا أي شيء، واتصلنا وبحجة دنيا ومطر وغيره وما حطلع لنا لحد الآن.